حضر آلاف الأشخاص أتى كثير منهم بملابس تنكرية قفزة الملاك التي تشكل ذروة كرنفال البندقية في ساحة القديس مرقس الشهيرة في المدينة الإيطالية. ودرجت العادة في أول يوم أحد من كرنفال البندقية أن تقفز شابة اختيرت خلال الدورة السابقة من الكرنفال من برج جرس كاتدرائية القديس مرقس وهي موصولة بحبل، وتلقي خلال قفزتها قصاصات الورق الملون على آلاف الأشخاص المتنكرين المجتمعين في الساحة. Energia pura, cioè avevo l'energia che mi saliva dai piedi pur essendo sospesa e quindi sentire gli occhi della gente era un organo unico che palpitava, quindi era come un unico cuore pulsante, è stata una cosa straordinaria, mi sentivo vento, mi sentivo terra, mare, fuoco. وتفيد الرواية أن مهرجان البندقية بدأ في العام 1162 غداة انتصار عسكري، وقد أهمل لفترة طويلة قبل أن تحييه بلدية المدينة في العام 1980.